في نسخته الثانية انطلق معرض رحلات للسفر والسياحة والرحلات لاستعراض أحدث الخدمات والأنشطة في قطاع السفر والرحلات البرية، وسط مشاركة فاعلة من المختصين والهواة، وذلك بمركز المؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة. المعرض يحتوي على عدة أنشطة وفعاليات ومساهمة ومشاركة من أغلب الجهات المتخصصة في هذا المجال، من الشركات لتنظيم الرحلات وتجهيز الرحلات والسفر والسياحة وكذلك الصيد، بالإضافة لمشاركة بعض الجهات الداعمة ذات العلاقة مثل السياحة ومثل عمارة منطقة القصيم، الغرفة التجارية، الأمانة، الزراعة، هيئة حماية الحياة الفطرية. يواكب أو يصاحب هذا المعرض منتدى علمي مليء وحافل بالبرامج العلمية والدورات التدريبية. تنوع في المنتجات المعروضة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المهتمين وسط أجواء شتوية محفزة للطلعات البرية. وقت المعرض ومكانه، مكانه بمنطقة القصيم وأهل القصيم والمنطقة الوسطى، معروفين بطلعاتهم للبر وللكشتات وللسياحة الصحراوية، فالمكان مناسب، كذلك الوقت مناسب لأنه يأتي قبالة إجازة الربيع، مما يستدعي أنه يصير فيها الناس متحفزة للاستعداد للموضوع هذا. نقدم اللي هو كامل تجهيزات البر من عزب وأغراض وأباريق وقدور وثلاجات كذلك. طبعا الإقبال جميل جدا، والأسعار تتراوح من 2500 إلى 10500، طبعا غير الإكسسوارات. ويأتي المعرض ليكون وجهة للمهتمين بالسفر والسياحة والرحلات وللمسوقين لعرض منتجاتهم وتسويقها.